السلام عليكم ورحمة الله، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين، ونرحب بكم كامل، نقولكم مرحبا بكم وان شاء الله تستفادوا. اليوم البنات، البارح خدمنا غلاف الكراسي، واليوم رايحين نخدموا لاناب. لاناب نتاعنا البنات جابت لي فيه مترتين وربع هذا السكاي هذا في الغوز، ورايحين نخدموه كيما شفتوا. خدمنا الكراسي بلونين فيه من الجري والغوز، ورايحين نكملوه ثاني كلاناب تاعنا في الجري والغوز. لهنا قلت لكم جابت لي زوج مترات وربع، حكمت على الحاشيه تاعو، كلكيتو بهذا القلم وقطعته ودرت له هذا الديسه. البنات عادي جدا، يعني تقدري تخدمي يعني نصف دائره وتقطعيها وتحطي هذاك النصف دائره هنا وتكلكي بالستيلو وتقطعي، ولا تقدري تقطعي مباشره، يعني كي تكوني تعرفي راح تقطعي مباشره. انا لهنا راني قطعت اللانب تاعي هذا الكبير، وريحه نخدم نفس الديسه هنا به تعرفوا، ولا به تتعلموا وتعرفوا كيفاش الطريقه كيفاش راح نقطعوها. روحوا البنات لهنايا، اول حاجه من بعد هذا روحوا للسكاي تاعنا اللي جاي في الجري. العرض نتاعو فيه 59 سنتيم، اما الطول كما راكم تشوفوا راني طوياته على زوج. الطول تاعو فيه متر و10 سنتيم، فيه متر و10 سنتيم. رايحه نطوي السكاي تاعي على أربعة، يعني نطويه هكذا هكذا راهو على زوج، ونعاود نطويه هكذا باه يكون على أربعة. حكموا بلي زيبانجل، ومن بعد نجيب اي كما قلت لكم اي مول دائري ولا كاس ولا اي حاجه تكون يعني كيما هكذا تكون عندها شكل دائره، وراح نحطها هنا ونبدا نشكل نصف دائره ولا نرسم نصف دائره. نعاود نحط هنا هكذا، نكتفوا بهذا القدر البنات. نعاودوا دركا نعاودوا ندخلوا نرسموا نصف دائره، لكن ندخلوا باه نعاودوا نقوسوا اللاناب تاعنا باه يجي شكل مقروطه. دوك تشوفوا كيفاش راح يخرج هكذا. عاودوا كيما قلت لكم نعاودوا ندخلوا الكاس تاعنا ولا المول تاعنا باه يجينا اللاناب تاعنا. هذا راح يجي فوق لاناب تاعنا هذاك اللي خدمناه في الغوز، راح يجي هذا فوق منه يعطينا ديكور شباب هكذا. شوفوا البنات كيفاش هذا هو لاناب تاعنا بعد ما رسمناه. قلت لكم ادخلوا يعني كي تلحقوا لهنا الحاشيه، يعني راح تقريبا تخلوا واحد 20 سنتيم، ومن بعد تبداو تحرفوا وتدخلوا للداخل باه يجي لاناب تاعكم يجي شباب بزاف. دوك نبداو نقطعوا البنات لاناب تاعنا، تبعوا غير نصف الدائره هذه. هذا هو لاناب تاعنا بعد ما قطعناه. دوك راح نفتحوه وتشوفوا كيفاش راح يخرج. شوفوا لاناب تاعنا كيفاش راح يجي شباب بزاف. قلت لكم تدخلوا به لاناب تاعنا يجينا هكذا مقوس،
شوفك شو حيجي. وكل البنات رايحين نخدموا له نفس الديسه اللي خدمناها في لاماب الكبير. تقدروا كما قلت لكم تقدروا تجيبوا قطعه وترسموا نصف دائره وتحطوها هنا وتعودوا تقطعوا. راح نخدم لكم يعني باه تفهموا مليح. هكذا نخدموا نصف دائره هذه هي نصف دائره كيفاش راح تكون. هكذا وتبدو تطوي الدائره تاعكم على نص. شوفوا البنات هذه هيك كيفاش راح تجي. تقدري كما انا راح هنا الحشيه راح نحرفوها بالمقص المسنن، اما الداخل راح نقطعوها بالمقص العادي. وتحطي هكذا شوفوا كيفاش راح نحطها. جيبي هذا النصف دائره تاعك وتحطيها هنا وتكلكيها بالقلم هكذا باه يخرج لك نفس الديسه وتقطعيها عادي. دوك انا البنات انا ندير الديسه تاعي كامل ونقطعها ونعود نرجع لكم. وهذم هما أغلفة الكراسي والمفرش نتاعنا. شوفوا كيفاش خرجوا، خرجوا بزاف شابين كما قلت لكم. وثاني البنات اللون الوردي والجري خرجوا بزاف شابين. ثاني حبيت تدوا فكرة على تناسق الألوان. هذم هما كيفاش خرجوا. رايح نعطيكم البنات شحال اسقامونا يعني الكراسي والمفرش نتاعنا شحال اللي تحوس يعني عندها طاولة كما هذه الطاولة هذه. رايحه نقول لكم شحال راح تسقم لكم جلد السكاي هذا. المفرش نتاعنا درنا فيه 2 مترات و35 سنتيم والكراسي درنا فيهم 4 مترات ونص على خاطرش طول الظهر تاع الكرسي هذا جاي اطول بالكرسي العادي. انا سبق وخدمت معاكم يعني خدمت أغلفة الكراسي. راح نخلي لكم الرابط نتاعهم في صندوق الوصف. الكراسي اللي خدمتهم يعني من قبل درت القاعدة وحدها والظهر وحده، أما هذو البنات يعني خيطناهم كيف كيف. هذا اللون الجري هذا جبنا ميترا درنا هذا لاناب ودرنا هذا البابيونات يعني بقاولنا بقايا اللي تشيد رايحين نخدموا بهم أشياء أخرى. وهكذا راح تحافظي على الكراسي تاعك كي ديري لهم غلاف كيما هكذا راح يبقى لك مدة أطول. ان شاء الله البنات عجبتكم الخدمه تاع اليوم وعجبكم هذا الموديل. نرجعوا لسعر الخدمه تاعهم كيما هكذا انا قلت لكم باللي هي اللي جابت لي سكاي كيما هكذا البنات. هذا لاناب الكبير ولاناب الصغير راح نخدمهم بين 80 حتى 90 الف، بين 80 حتى 90 الف. اما الكراسي رايحين تخدموهم بين 25 حتى 30 الف، يعني تخيطوهم بين 25 حتى 30 الف. ان شاء الله البنات عجبتكم الخدمه تاع اليوم وان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوني. ثانيك البنات نقول لكم لحقت نهايه الفيديو نقول لكم صحه صيامكم صحه فطوركم ونتلاقاو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. نخليكم في امان الله، مع السلامه.